سكرتير العام لمؤسسة دار بابانا للسرطان. دار بابانا للسرطان هي جمعية تختص بإيواء مرضى السرطان لكي يجيو لمدينة مراكش قصد العلاج. نعرف بأن التشخيص المبكر هو كيساعد على العلاج وكيقدر يوصل النجاح نتاع العلاج 100%. كاينه ورشه ثانيه تتقوم بها الاستاذه زرابه فاطم الزهراء اللي هي رئيسه اتحاد نساء الكوتشينغ بالمغرب مشكوره، واللي من خلالها كاينه ورشه تحسيسيه على التتبع او المتابعه النفسيه. فكلنا كنعرفوا بان هذا المرض هو مرض صعيب، مرض كيزلزل الاسر، والمريض كيكون كيعيش واحد بزاف نتاع معاناة نفسية واجتماعية ومادية. فمن خلال هاد الورقة ديال الأستاذة فاطمة الزهراء كتحاول أنها توصل الناس كيفاش يتعايشوا مع المرض، كيفاش يتواصلوا مع الآخرين في المحيط ديالهم وهما مصابين بالمرض، وكيفاش أنهم يوصلوا لواحد الإحساس نفسي باش يقدروا يوصلوا أنهم يتغلبوا على هاد المرض. فهو ما يمكنلوش يسافر او لدى حصه ديال الكيميائي، ما يمكنلوش يسافر، ما يمكنلوش ياخذ تعب السفر، ما عندوش امكانيات باش يمشي ويرجع لغد ليه لفحص اخر او للعلاج اخر. فحنايا كنقولوا له مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. دار بابانا توفر الاكل كما قلت والشرب والطعام، داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي ربي وفر لنا. ونتمنوا الخير، الله يجازي جميع المحسنين واللي كيوقفوا معنا واللي دائما كيساندونا، الله يجازيهم بالخير على التتبع والمتابعه. شكرا لكم، دائما واقفين معنا، دائما متابعين اي حاجه فيها الخير وفيها العطاء. مساء الخير. انا دكتور ايمان جبري، je suis spécialisée en soins palliatifs et accompagnement des patients suivis pour le cancer. alors اليوم اللي هو الموافق اليوم العالمي للتشخيص والتوعية بمرض سرطان الثدي، درنا هذا اليوم هذا باش نجمعوا العيالات ونفسروا لهم الأهمية ديال الكشف المبكر ديال سرطان الثدي. الكشف المبكر ديال سرطان الثدي ما كيحتاج أن نمشي لا عند طبيب لا حتى شي حاجة. المراحل الأولى ديال الكشف المبكر هي أنني أنا نقلب راسي ونشوف راسي في المرايا ونقلب راسي في الحمام ونبحث على هذوك الأعراض المبكرة ديال سرطان الثدي. إذا اكتشفتها في الأول غتمكنني أنني نمشي لعند الطبيب في المراحل الأولى ديال المرض. يا مرض السرطان الثدي وقت ما شخصناه في المراحل الاولى ديالو تتكون نسبه العلاج ديالو مرتفعه، وهذا هو الميساج اللي بغينا نوصلو لعيالات اليوم في يوم 19 اكتوبر الوردي اللي هما اليوم الموافق العالمي لتشخيص امراض سرطان الثدي. السلام عليكم، فاطمه زهره زهره، استشاريه اسريه ونفسيه، مدربة في التنمية الذاتية، عضو الأكاديمية الدولية للكوتشين، ورئيسة جمعية الاتحاد النسوي للكوتشين بالمغرب. سعيدة جدا بالتواجد ديالي يعني في هذه جمعية دار بابانا. كيف جرت العادة في يعني في السنوات الماضية أننا كل شهر أكتوبر أننا كنقوم بحملات توعوية وتحسيسية لفائدة يعني جميع النساء. فهاد العام يعني الفرصة أننا نقوم بهذه البادرة مع جمعية دار بابانا. كما تنعرفوا على أنه هذا المرض هذا فبالموازاة مع العلاج الكيميائي والعلاج الطبي والعلاج بالأدوية عموما، فكيحتاج واحد المواكبة وواحد الدعم وواحد المرافقة نفسية اللي هي لا تقل أهمية وعندها واحد الدور كبير في العلاج. وهذا الشيء من طبيعة الحال راه حنا لمسناه من خلال يعني الحصص اللي كنشاركوا مع المريضات ومن خلال يعني الحالات
اللي استقبلناهم، على انه كيخص ضروري يكون واحد يعني واحد كنمشيو اون باراليل العلاج الطبي مع العلاج النفسي، كيخصهم دائما يكونوا مع بعضياتهم. كنشكر من هذا المنبر جمعيه دار بابانا مره اخرى اللي احتضنت هذا يعني هذه الحمله هذه، وكنشكرهم على الدعوه، وحنا ان شاء الله على صدد يعني توقيع شراكه، لانه هذا العمل هذا ما كافيش انه يكون غير في نهار او يومين او في شهر واحد في العام، وعلى يعني الالتزام وعلى الروح ديال المسؤوليه وروح المواطنه اللي كتجمعنا كاملين باش اننا يعني كنرسخوا العمل الجمعوي وكنرسخوا التآزر، لاننا حنا يعني بلد اسلامي وبلد عربي معروف لنا التآزر ومعروف لنا التضامن. فكنشكركم انتما من هذا المنبر لانه دائما كتكونوا سباقين ودائما متطوعين للخير ودائما حاضرين، فالشكر الجزيل لكم ولجميع من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذا اليوم المتميز اللي فريمون يوم مؤثر مؤثر جدا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا. طلعتي. اولا السلام عليكم، تبارك لكم الشكر لكم ولدار بابانا اللي ساعدتني بزاف في المشكل ديال البنيه عندي، البنيه رؤيه اللي عندها 7 سنين كتعاني من فشل نخاع العظم وكتحتاج الدم باستمرار. وقبل ما تعرف على دار بابانا كنت كنلقى صعوبه بزاف، كانت كتسنى لمده سيمانه 15 يوم باش انها تلقى الدم، والحمد لله ملي تعرفت على الجمعيه ما خلاوش من جهدهم. كنبغي نوجه الشكر لمدام فتيحه ومدام سيها والناس اللي معنا باع في الجمعيه من الصغير حتى الكبير على مجهوداتهم الماديه والمعنويه والنفسيه، وشكرا بزاف. بالنسبه للبنيه رؤيه امل اللي كتبلغها من العمر ديالها 7 سنين، تصابت بواحد المرض اللي هو انيمي فانكوني اللي سبب لها فشل نخاع العظم، وهذا المرض صعيب بزاف اللي كيحتاج لزراعه النخاع الخليه الجذعيه، وما كيدارش هنا في المغرب كيدار على برا، والعمليه مكلفه بزاف وانا ماشي في استطاعتي باش انني نديرها لها، وهذا هو الحل الوحيد اللي قالوا الاطباء، وللاسف قال لك حتى العمليه يعني نسبه نجاح ديالها قليله، والا ما دارش العمليه للاسف يعني ممكن تفقد حياتها، ولكن تيبقى الامل عند الله يعني ان شاء الله يكون خير، هادشي اللي كنتمنى من الله ان شاء الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.